توجيهات السيد رئيس اللجنة السيد المحافظ بالاجتماعات على أن نغض النظر نوعا ما عن بعض ممن يحتاج في ظروف قاهرة للتسوق التبضع كذا، فلما يكون الصبح بغض النظر، لأن هناك مجال لفتح الأسواق المحلات الخاصة بالمواد الغذائية المواد المنزلية القوت اليومي، فإحنا موجهين الشرطة يعني في حال وجود فعلا حالة لأغراض التبضع يشتري صمون يشتري خضرة يشتري طماطم ننسهل الأمر. ولهذا يكون بعد هذا بعد شيء سوي يطلع ورا ساعة خمسة ورا ساعة خمسة شدة، حتى لو جات الغذائية تنتهي ريق وغدا وعشاء يروح يبقى بيته، لأنه العامل الأساسي الثقافة العامة اللي تحدث عنها السيد المحافظ الآن بكل العالم أن تبقى في بيتك، هذا اللي حتى نتدارى الخطر وننتهي من موضوع الإصابة بالفيروس أن تبقى بيتك. فإحنا إخوانكم الشرطة يجب أن يتعاونون من خلالكم كإعلاميين وصحفيين يتعاونوا مع المواطن، أما إذا عنده حاجة فعلية لا بأس أن يتصل بالأرقام اللي أعطيناها اللي موجودة عندنا بالسيطرة ويطلب عون، حتى لا يقول خلص الغاز عندي بالليل ممكن أبو النجدة وعالجناه ويمكن شفت ظواهر عندنا حتى عندنا مفرز أجرت عملية بالشارع حتى لا يروح الطفل اللي عندي بالمستشفى ويمل يعني دخلت الخرزة بخشمها والأخ اللي دخل سيم بالعومة عالجوه بالشارع ربنا. فريد تعاونكم وتعاون المواطن وياه، تبقى إجراءاتنا قوية، وإذا ما صدر تمديد على القوات الأمنية عملية ناس تنفيذيين يؤدون الواجب، ومعتم إلا غاية أنه نحفظ البصرة من زيادة أعداد المصابين. واليوم الأخبار اللي أطلقها السيد المحافظ أخبار مسرة، عدد المصابين يكاد يكون ثلث العدد بالنسبة للأيام السبعة الماضية.